وبالمناسبة لائحة البطولة المفاجأة كبيرة جدا، مفيش حاجة اسمها تصويت في المكتب التنفيذي، ملفات بتتقدم ها، ولجنة لجنة المسابقات في الاتحاد الافريقي هي اللي بتختار مين اللي يلعب. ده جديد موضوع التصويت ده. ما انا بقول لحضراتكم عمالين نسمع في كلام متضارب وكلام من هنا وكلام من هنا، محدش بيطلع يتكلم. ده حتى البيان اللي مطلعينه مطلعين فيه جزء اول ان انت المباراه النهائيه هتتلعب يوم 30 مايو، والجزء الثاني احنا بندرس نشوف المباراه هتتلعب على على ماتشين، المباراه النهائيه تبقى ترجع ماتشين ثاني ولا لا. طب ده امتى؟ السنه دي ولا السنه الجايه؟ مفيش توضيح لاي حاجه، هما الكلمتين اترموا ويلا ونشوف اللي هيحصل ايه. كلام عكس بعضه وكلام متضارب ومؤامرات بيتقال ان هي بتحصل وكلام كتير جدا بيتقال، ولكن في النهايه نيجي نبص نشوف جمهور النادي الاهلي حط الترند ده رقم واحد بسبب ايه؟ بسبب كل الكلام اللي انا بقوله ده واللي انا عمال اعيد فيه وازيد فيه. لانه هذا الكلام 500، مش انا اللي بقول، 589 الف تويته تريندنج ستوب كاف كوربشن، غالبا هنوصل المليون قبل الحلقه ما تخلص، وانا مكمل وهنفضل مكملين، لانه كل اللي انا عايزه العداله العداله العداله، كل اللي انا عايزه ان يكون هناك كلام منطقي. من فضل حضراتكم عايزين ندخل على انا امبارح عملت هاشتاج مباراة النهائي في ملعب محايد او النهائي في ملعب محايد، وبقينا ترند رقم 2 أو 3 بسرعة جدا في اقل من نص ساعة. وبعد كده النهارده زي ما حضراتكم شايفين، عشان كنا قاريين المشهد من بدري وبنحاول نزق مع حضراتكم. فالحقيقة كلنا كأهلاوية عايزين نشوف منطق وعدالة في أي حاجة. يعني اطلع قول لي والله يا اسلام احنا، او مش اسلام يعني، والله يا جماعة حصل 1 2 3 وتم الاختيار بناء على كذا وبناء على كذا، عايزين حد نتناقش معاه. لكن حتى البيان اللي حضرتك حطه عكس بعضه.